ماذا لو قلت قحبة أو أحبة؟ عذرا أيها الأخوة إذا كانت هذه الكلمة سوف تخدش حياء أحدكم، ولكن أردت أن أوضح لحضراتكم المعنى الحقيقي لهذه الكلمة. فكلمة قحبة في هذه الأيام أصبحت من الكلمات البذيئة الخارجة عن الأداب والذوق العام، وهي تعني المرأة الساقطة التي تمارس البغاء والرذيلة. لكن هل هذا هو معناها الحقيقي؟ وما المعنى الحقيقي لهذه الكلمة في قواميس اللغة العربية؟ وما الذي جعلها تأخذ هذا المعنى المستخدم في هذه الأيام؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. أولا نذكر لحضراتكم معنى كلمة قحبة في قواميس اللغة العربية. القحبة المرأة العجوز التي يأخذها السعال، أو المرأة العجوز فاسدة الجوف من داء. والقحب هو الشيخ المسن الذي يأخذه السعال، أو سعال الشيخ وسعال الكلب. والقحاب هو سعال الخيل والإبل. هذا هو معنى الكلمة ومشتقاتها في معجم المعاني الجامع ولسان العرب وفي تاج العروس. لكن لماذا أخذت هذه الكلمة معنى مختلف عن معناها الحقيقي؟ هذا ما نرويه لكم في الحكاية التالية. كان في أيام العرب الجاهلية نساء يحترفن مهنة البغاء أو الدعارة، ويمارسن الرذيلة مقابل المال. وكانت هذه النساء تضع راية حمراء على الخيمة أو على بيتها كعلامة مميزة، حتى يتعرف طلاب الرذيلة والمتعة على أن هذا المكان هو مكان مخصص لممارسة الرذيلة والبغاء، وكان يطلق عليهن أصحاب الرايات الحمر. وكان الزبون طالب الرذيلة يقف أمام الخيمة أو البيت ينتظر الإذن له بالدخول، فإذا كانت المرأة جاهزة ولا يوجد عندها أحد بالداخل، كانت تأذن لهذا الرجل بالدخول عن طريق إصدار علامة أو إشارة، وكانت هذه الإشارة هي السعال أو الكحة. فكان هو من يبدأ بالسعال أو الكحة، وإذا سعلت المرأة أو كحت يعرف من بالخارج أنها جاهزة. فكان السعال أو الكحة هو العلامة المتفق عليها لتأذن المرأة البغي لطلابها بالدخول عليها خيمتها أو بيتها. لذلك تطور معنى كلمة قحبة من امرأة عجوز يأخذها السعال إلى المعنى المستخدم في هذه الأيام، وهو كل امرأة بغية فاسدة ساقطة تمارس الدعارة والرذيلة والبغاء، فيطلق عليها امرأة قحبة. وكده يكون عرفنا ماذا لو قلت قحبة أو أحبة. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.